ازيكم يا مواليد برج العذراء، يا رب تكونوا بخير. انا مريم بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج العذراء ليوم الاثنين 27 ديسمبر كانون الاول 2021. النهارده عندكم ثقه كبيره جدا بانفسكم، وهيدعمكم نشاطكم، وبادروا انكم تاخدوا خطوه جديده علشان تدعم مكانتكم الاجتماعيه. النهارده انفراج وتقدم ملموس جدا بعد مراوحه وركود كبير جدا كان عليك. عليك انك تتحلى بحكمة وتكون واقعي علشان تعرف تحل الامور كلها. هتشتد عزيمتك وهترتفع معنوياتك اكتر واكتر، وهتستعيد سيطرتك وهتحقق نجاح كبير النهاردة وباهر بالنسبة ليك. بالنسبة ليك يا عذراء، عاطفيا اللي بتعرف تعمله في العلاقة هيكون مهم جدا النهاردة علشان تحسن علاقتك الحالية، او حتى انك تعثر على شريكك يكون شريك مرضي ليك. ممكن انك ترغب في انك تلقي نظرة واضحة النهاردة على رأيك على حول الامان الرومانسي بالنسبة ليك، وده بيمكنك دايما انك تفكر في اولوياتك في المواعدة، وده بيمكننا انك تواجه افكارك الى شيء ملموس وتاخد اجراءات بشأن الموضوع ده. استخدم اللحظة دي علشان تفكر في نفسك وتتأكد من ان نوع العلاقة اللي انت بتدور عليه هو اللي انت عاوزه فعلا. توقعات العشرية الأولى مواليد 23 أغسطس ل 3 سبتمبر. الأمور اليوم هتقع في مكانها السليم، فمن حولك مش هيعرفوا يتجاهلوا حماسك وحيويتك. في العمل أنت هتنجز كل اللي أنت بتحتاج ليه، وهيكون باستطاعتك تمرير الكثير من الأفكار الجديدة النهاردة. توقعات العشرية الثانية مواليد 4 سبتمبر ل 13 سبتمبر. هتستطيع انك تاخد نفس عميق وتسترخي. الوقت ده هيكون مناسب علشان تفكر في نتائج المجهود اللي انت بتقوم بيه. علشان كده بقولك استغل المرحلة دي علشان تحسن حالتك الصحية اكتر، وهتعطيك الفيتامينات والهواء النقي عقد جديد من الحياة. توقعات العشرية الثالثة مواليد 14 سبتمبر ل 22 سبتمبر. سيكون لديك سبب جيد علشان تفرح، وهتكون مستريح مع العالم من حولك، وهتكون في مزاج مناسب علشان تحتفل بهذا الإحساس. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، القمر هيكون في برج الميزان اللطيف التصالحي، ومع ده ممكن يكون شبه مربع مع كوكب الزهرة والمريخ اليوم، وده بيكون ميال على انه نشعر بنفاذ الصبر. ده بيخلق الجانب بيئة متوترة وتنافسية، وهتكون محفزة وهتنشط اعتمادك على كيفية تعاملنا معها، وده بيسلط الضوء على الاختلافات في منهجنا ورغبتنا وحتى احتياجاتنا. ده بيؤدي إلى ديناميكية العلاقات المتوترة، ومن الأفضل أننا نراقب تحركاتنا. القدر أو المزاج أو حتى الحركات الاندفاعية اليوم هتكون مهمة جدا. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معي. انا بكبر بيكم ومعاكم.